أولا تنشكر الحضور الكريم، تنشكر الجهات اللي عاونات الجمعية على تنظيم هذه المسابقة، تنشكر الجمعيات كاملين اللي حضروا معنا، لا من الهيئة ديالنا اللي هي الجامعة المغربية لعلم الطيور أو الاتحاد الأورنيثولوجي المغربي أو الجامعة الأورنيثولوجية المغربية، يعني FMO فوق POM، مرحبا بهم. وكان نرحبوا بالسي عسلام رئيس الاتحاد الاورنيثولوجي المغربي، وفي نفس الوقت كاتب العام ديال كومارو، والاخوان ديال الجمعيه القرويين اللي من مدينه فاس اللي شرفونا، على راسهم السي زولان مشكور الله جاب من الصفر من فرنسا وجا لهنا، والسي خالد مخفى بوزيد مرحبا بكم، الاخوان الاخرين كلكم مرحبا بكم من وجده حتى البويرة، يعني الإخوان كاملين ديال الجامعة ديالنا مرحبا بكم، وهنيئا للفائزين وهنيئا للمشاركين اللي كانوا معنا في هذا اللقاء وهذا الملتقى. وفي نفس الوقت تنشكروا الجمعية المنظمة اللي تتأسس السي فاضل الغرودي غني عن التعريف، الله يجازيه بخير، والإخوان اللي اشتغلوا معاه كاملين كذلك، والناس ديال هذا المقر كذلك. وما نساوش غراسياس سيديور أنطونيو بور طودو لو كي هاسيتشو، خلا كونكور انترناسيونال في ريجيو إيميليا قدو قداش وجا عندنا، أبلو دي ريجيو إيميليا كي ها دخالو بارا فينير أمارويكوس، غراسياس. كذلك الشاب باستيان بيكار اللي غادي يمشي غدا لفرنسا وغادي يرجع عاوتاني نهار الخميس للمغرب باش يحكم عاوتاني هنايا، كنشكرو فوغو ميرسي انورمون، اي اون سويت اون ريفوار ايسي او ماروك بليزيور فوا. Vas a revolver a Marruecos. Y gracias por tu ayuda a las aspirantes de color. Gracias. غادي نمروا لتوزيع الجوائز ديال الرباعي. غادي نبداو بالنسبه للجوائز، غادي يسلموهم الحكام اللي قاموا يعني بتأطير المباراه. شكرا دكتور. انا مدون فيسبوكي واحد الكلمه، حتى دابا شتي الحضور واخا ماشي باهت، لكن كاين الالاف تتابعنا عبر الفيسبوك، دونك غير واحد شي كلمه الله يخليك في هذه المناسبه ديال الحضور ديالكم. اول دوره لهاد نسميه مهرجان اللي نظمته الجمعيه للطائر والثقافه والبيئه، واللي اكدت عليه هو هذا واحد
واحد نوع من الولاعه تماما. بليه اللي قلت الناس بليه بالاندلسي ولا بليه بالصيد ولا بليه بشيء ولا بالرياضه. كاين ناس مبليين بهذا تربية يعني العلم الطبيعي هو ثقافة هو مورود ثقافي يعني خصنا نقول اللي مولع به هو اللي غيفهمه أكثر، لكن اللي أساسي هو اللي وجد الإخوان هو بالإضافة إلى هذا لابوستور والميلانوا. حتى انا بطبيعة انا ما عنديش فكره على هذا، اول مره كنحاول باش نحضر لهذا اللقاء. كاين ثلاثه الانواع والاصناف، ولكن اللي اثر انتباهي هو هذه الجمعيه هي مكلفه بالطائر الثقافه والبيئه. وبالتالي حطيت الاخوان على اساس انهم يحاولوا ما امكن يديروا انشطه بيئيه لتحسيس ناشئه واللي عبرها يمكن لهم يستقطبوا مولوعين اخرين لهذا الميرو الثقافي. الله يجازيك شكرا استاذ وخدينا وقتك. شكرا دكتور، انا من الساكنه ديال تابريكت ديال سلا، كنعرفوك عن بعد الرجل ديال في خدمه المجتمع. تبارك الله عليك، شكرا لهنيتك. كان معنا مباشره الدكتور الزرق، كنشكرو على الافاده ديالو، وغادي نرجعوا نواصلوا التتبع ديال الحفل ديال تسليم الجوائز ديال هاد علم الطيور اللي كنحضروا في اول لقاء. كاينين خمسة ديال الجوائز زائد أحسن فوق خمسة